اللعنة عليك يوحنا بن رؤبة، لقد أتيت منكرا. أنت عاملي على أيلة، كيف تصادق العرب وتدفع لهم الجزية دون أمري؟ يا مولاي، لن أسمع منك كلاما ولن أقبل منك عذرا. والله ما رأيت منه إلا الوفاء والصدق. أمر عجيب، مسيحي العرب يصالحونهم دون تردد، وبطاركة روما يعادونهم كأشد ما يكون العداء. والرب، لولا البطاركة المتشددون لصالحتهم، فأنا أدرى بهذا الدين، وقد راسلني نبيهم فعرفت صدقه. خذوه فاقتلوه. ماذا تقول في هذا الدين يا جبلة؟ لن يخرج عرب الشام عن النصرانية، وهذا الدين لا يصلح إلا لقبائل العرب في الجزيرة، وأنا أدرى بقومي يا مولاي الإمبراطور. ليت ذلك يكون. سحقا للروم، قتلوا إخوتنا الدعاة 15 الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكناف الشام لدعوة أهلها إلى الإسلام، وقتلوا عاملهم على معان فروة الجذابي لأنه أسلم ورفض الارتداد. رحمك الله يا فروة. يقال أنه تحمل عذابا عظيما، وقد قتلوا عاملهم يوحنا بن رؤبة لأنه صالح الرسول وعهده في غزوة تبوك. سحقا للروم، سحقا للروم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بورك لهم بالجنة. والله ما فعل الروم بقتلهم إلا أن أشعلوا الثأر في صدورنا. هات خبرنا يا سلمان بما بشركم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الخندق. كنا في الخندق، وكانت القلوب قد بلغت الحناجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامد كالصخر وسط الزعازع. حفرنا وإذ تصادفنا صخرة صعبة، جاءها رسول الله وضربها ثلاثا، وفي كل ضربة كان يطير منها شعاع. كان ينظر إليها الرسول، فقلت له: ما لي أراك يا رسول الله تتأمل هذه الصخرة الصعبة؟ فقال: أبشروا، إني لأرى قصور الشام وفارس غنائم لكم. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء إلا صار، ولقد حدثنا قبل انتقاله إلى جوار ربه عن ردة الأعراب فقال: ستقبل عليكم الفتن كهزيع الليل، ولكن الله سبحانه وتعالى سيظهر دينه. صدق رسول الله. صدقت يا رسول الله، صدقت. رسالته تنتقل بوحي من السماء، وها هي تصل أرضي ويصاب بها العاملون في إيالاتي. مات نبيهم، هذا صحيح، ولكن دينه لم يمت. نصحت الروم بموادعته ومصالحته فأبوا، وقد فوتوا علينا فرصة لا تقدر. يموت نبيهم ثم يرتدون، ونفاجأ بجيشهم على تخوم أرضنا. هذا شيء خارج عن المألوف. أيكون صدقا وحقا من عند الرب؟ يا جند الله، ها قد استفحل الشر وانتشر وطرق أبواب مدينتكم، فكلما عظم الخالق عندكم صغر المخلوق في عيونكم. وإن الصبور لا يعدم الظفر، وإن طال به الزمان، فجاهدوا عن دينكم وقاتلوا المرتدين مقبلين غير مدبرين. إن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يواسيكم بنفسه، فقاتلوا قتالا يرضي الله ورسوله، فإن الزائد عن الإسلام له الخير من الله، ومن ارتد فلن يعجز الله. يا جند الإسلام، هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن يدخلها مشرك أو مرتد؟ لا والله، لا والله، لا يدخلونها إلا على أجسادنا. فيما الخشية منهم؟ ألم نهزمهم من قبل؟ نعم، لقد هزمناهم، كنا حفنة من الرجال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملنا البرد والعطش والعسف والظلم من مشركي قريش، ثم حاربناهم وانتصرنا عليهم، قتلاهم في النار، أما قتلانا ففي الجنة، هذا وعد الله، الجنة تحت ظلال السيوف. إنما نحارب بالمعروف من كفر وارتد عن الإسلام. لقد أروا الإسلام وارتدوا، فعاجلوهم بحرب من الله وقاتلوهم، الله ولينا فنعم المولى ونعم النصير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قاتلوا المرتدين وارفعوا رايات الحق والدين. أيام صعبة تمر بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوكل إلينا الله العمل والجهاد في سبيل دينه وفي سبيل إعلاء كلمة الحق. والله نعم الخليفة الصديق، ونحن معه قلبا واحدا لإعلاء كلمة الله في مدينة رسول الله. يا نساء الأنصار، لقد وقفتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق عندما دخلوا المدينة، فدافعوا اليوم عنها، بارك الله بكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يا نساء المسلمين، لقد خرج الجميع مدافعين عن المدينة، لن نقف مكتوفي الأيدي. بعد أن وحدنا الإسلام مهاجرين وأنصار، فلنقف صفاً واحداً مع خليفة رسول الله الذي بايعناه على السمع والطاعة. ولا تنسوا، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد علينا إلى يوم الدين، فلنعمل على نصرة رسالته.